أهلا بكم جديد، وبشكر زميلي أحمد مرسي طبعا على هذا الصوت الملائكي الرائع ياسمين خيام واختيار هذه المقطوعات تحديدا. يعني شيء جميل، شيء جميل إن احنا نشعر بهذه الروح الغالية النزيهة اللي احنا يجب ان احنا نحيا فيها. فقرتنا الأولى النهاردة هو صحافة أول النهار وقراءة لبعض النشاطات الرئيسية وقراءة لما بين السطور من خلال تصلنا بضيفنا الدائم في هذه الفقرة الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. الخبر الأول وهو الألتراس يشل حركة القاهرة في غياب الدولة، حاصروا البورصة وأوقفوا مترو الأنفاق وكوبري أكتوبر ويهددون بالتصعيد. الصورة يا ريت واحنا بنستعرضها، احد افراد الالتراس ماسك في ايده، هو كوبري فوق كوبري 6 اكتوبر حريق بيولعوه عشان يقطعوا كوبري، وماسك في ايده علم مصر. هو مصر بتقول له اقفل الطرق وحاصر البورصة ووقف وحدد واعمل مش عارف. استاذ رفعت، استاذ رفعت فياض اهلا بيك معانا. صباح الخير، كل سنه وسيادتك طيب. انا وعناز محمد كل سنه بطيب، حضرتك بالصحة طيب. والسلامه. يعني الالتراس والموقف الغريب الحادث، العنوان هو شهداء الالتراس والحق، هل بما يحدث هو جني او احضار لحق الشهداء، ولا هو تعطيل للمرافق الاساسيه في البلد؟ ويعني مش عارف، يعني هم بيحسبوها ازاي او فكروا بيها ازاي يا فندم؟ استاذ محمد، يعني مع تقديري لابنائنا ابناء الالتراس، سواء بالنسبه للنادي المصري، بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه لنادي الزمالك، التراس اي نادي، يعني دول ابنائنا ويجب ان نهتم بهم ونرعاهم في كل شيء. واذا كان كونوا هذه الروابط تشجيعا للأندية بتاعتهم، لكن يجب ألا يسمحوا للآخرين أن يدفعوهم إلى تيارات أخرى أو إلى مجالات أخرى بعيدا عن التشكيل الذي تم يعني تكوينه من أجله، وهم أن يكونوا مساندين لأنديتهم وللكرة المصرية كلهم في ناديه. أما أن يتم استغلالهم في مجالات سياسية وبشكل خاطئ ضد مصالح الدولة، فأعتقد أن هذا لا يرضو، لأن ده هيضرهم هم أكتر من أي حد تاني، لأن يعني انهيار الدولة وضعفها سيؤثر عليهم بالسلب، لأنهم في أشد الحاجة لأن تنمو البلد ويستقر وضعها الاقتصادي، ويعود هذا عليهم خاصة أنهم في بدايات حياتهم العادية يعني. وبالتالي أي قضية خاصة بأنديتهم بدءا من أي مشكلة بين نادي ونادي وانتهاء بالمذبحة التي حدثت، وكلنا يعني أدميت قلوبنا من أجلها، يا مذبحة استاد بورسعيد، حسمها أمام القضاء وللقانون. أما أن يصل الأمر إلى أن دولة بكاملها لا تستطيع أن تقوم بترحيل المتهمين من بورسعيد إلى القاهرة لكي يكونوا في مواجهة هيئة المحكمة للنطق بالحكم أيا كان طبيعة هذا الحكم، لا تستطيع الدولة أن خوفا من تدخلات الألتراس أو هجوم الألتراس، سواء على سيارات الترحيلات أو النقل أو على هيئة المحكمة، فأعتقد أن هذا تشويه للدولة بكاملها، لأنها برضو يعني عندما يتجه الألترس إلى تهديد المحكمة وتهديد القضاء، فهذا غير مقبول لا من الألترس ولا من أي فصيل آخر على المستوى القومي. بالإضافة إلى أن ما حدث أمس، لأن هذا فيه نوع برضو من الخروج على القانون، ويجب ألا ينشأ أبنائنا اللي هم لسه في بداية حياتهم شاب غض طري، ويجب ان احنا نرعاه حتى يتحول الى شاب صلب وقوي نعتمد عليه في بناء الامة. يجب ان لا يخرج منهم مثل هذه التصرفات ولا يكونوا قدوة للاخرين في هذه الافعال السلبية. حقهم يجب ان يأتي بالقضاء وبالقانون
وأن يتركوا للقضاء وللقانون حرية التصرف في أي قضية، وليست باستخدام العنف أو قطع طرق أو التأثير على وضع أمني للدولة بالسلب أو استعراض قوة أمام الجميع. أستاذ رفعت، التجربة ما حدث في بلد الديمقراطية بريطانيا من مشجعين، من تجاوز وتخطي لمشجعين الكرة وموقف آخر بالمظاهرات، وماذا قال رئيس الوزراء البريطاني لما قال أن هيبة الدولة بالضبط أكبر كتير من حقوق الإنسان؟ بالضبط، نعم أتفق معك تماما. وجاء خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة بريطانيا في كيفية مواجهة هذه التظاهرات بالقانون وبالعنف لكي يمنع استمرار العنف الذي قام به هؤلاء المتظاهرين الذي أثر على الاستقرار والوضع الأمني بالنسبة لبريطانيا. تمام، طيب هنروح مع حضرتك لخبر آخر وهو من جريدة الأخبار الصفحة الثالثة. في اجتماع مجلس الوزراء تثبيت سعر أراضي برنامج بيت الوطن للمصريين بالخارج، 1700 مشروع صناعي أول فبراير و50 ألف فرصة عمل جديدة. ده الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء، وأن هو حدد سعر الدولار بما يعادل 6.10 جنيه، سعر ثابت لسعر الدولار بالنسبة للجنيه. حضرتك شايف الخبر ده ازاي، وكون انه في 1700 مشروع صناعي سوف يبدأ في اول فبراير اللي هو بعد 6 ايام؟ هو طبعا هذا الاجتماع يعني كان الهدف انه في هذه الجزئية بالذات هو تشجيع المصريين على ضخ اموالهم بالعملة الصعبة في الاقتصاد المصري من ناحية، ومن ناحية تشجيع الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة في مصر. وعندما حدد بالنسبة لأسعار الأراضي بالنسبة للإخوة المصريين العاملين في الخارج ب6.10 جنيه لسعر الدولار، بالنسبة للدولار يعني سعر المتر، أن يكون أو يتم التعامل بقيمة الدولار عند دفع مقدمات الحجز هذه الأراضي أو الاستثمار فيها بأن يكون سعر الدولار محاسبتهم على سعر 6.10 جنيه، وقت أن وافقت اللجنة في شهر أكتوبر الماضي على فتح المجال في هذه المشروعات للحجز أو اتخاذ القرار بشأنها، وبالتالي لا يتغير سعر الدولار بالسعر الأعلى، ومن هنا لا يؤثر على قيمة سعر المتر. بمعنى ان اذا كان سعر الدولار هيبقى ب6.10 جنيه، اعتقد ان هو هيشجع كثير من المصريين في المساهمة في هذه المشروعات. واشار مجلس الوزراء ان اهم هذه المشروعات بصرف النظر عن عددها الاجمالي العدد الاكبر، قال يمكن موضوع شرق التفريعة وخليج السويس، وهناك ايضا مشاريع اخرى متعددة وسيفتح فيها المجال اعتقد لمدة شهر كامل ليتم التقدم لحجز الاراضي والمشاركة في هذه المشروعات. ونتمنى ان يساعد الاستقرار السياسي والامني في الدولة لاستمرار مسيرة بدء، واكرر بدء، نمو الاقتصاد المصري، لاننا في هذه الحالة اذا استمر هذا الوضع بهذه الحالة التي يشعر كثير من المواطنين أنه لا يوجد دولة حتى هذه اللحظة، فأعتقد أنه سوف يؤثر كثيرا على كل مظاهر الأنشطة الاقتصادية بما فيها الاستثمار، سواء من قبل المصريين العاملين في الخارج أو من المصريين في الداخل أو الاستثمار العربي والأجنبي. أستاذ رفعت، تقييم حضرتك لهذا الارتباك المشهد السياسي في مصر حاليا، والمفروض ان احنا في خلال 3 أو 4 أشهر كطبقا لتصريح السيد رئيس الجمهورية هيكون عندنا ان شاء الله مجلس الشعب، هيكون عبرنا مراحل من ديت، وفي واضح اجراءات اقتصادية سريعة الى حد ما، هل ترى بريق امل في هذا الطريق ام كيف ترى الوضع الراهن؟ شوف والله حضرتك حاجة، يمكن السادة المشاهدين هيكونوا متفقين معايا تماما ان هذا الوضع الذي نحن فيه أو الذي سيحدث نتائجه المباشرة سنشاهدها غدا في ميدان التحرير وبقية مدينة مصر، من خروج عشرات الآلاف من المصريين
للمطالبة باستكمال مسيرة الثورة والتأكيد على أن الثورة مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها التي لم يتحقق منها شيء حتى الآن. أعتقد أن هذا معبر تماما عن حالة التنافر التي أصبحت موجودة في المجتمع، والذين كانوا رفقاء في الأمس في 25 يناير 2011 أصبحوا فرقاء اليوم بسبب إصرار الفصيل الذي تولى مسؤولية الحكم عن إقصاء الآخر دائما أيا كان هذا الآخر، مع أن إدارة أمور الدولة تحتاج إلى كل الجهود من مختلف الطائرات المصرية، لكن الإصرار والعناد على عملية الإقصاء واتخاذ أو التركيز في كل الأنشطة، التركيز في كل القرارات التي اتخذت مؤخرا على جانب كيفية التمكين لهذا الفصيل الاستيلاء على كل مفاصل السلطة دون الاهتمام بأي من آراء المعارضة أو بأي جوانب أخرى خاصة بالأمن وبالاقتصاد وبالاستقرار السياسي، هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن. الحل لن يتأتى خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة إلا أن يجلس الجميع بعقلية مفتوحة ويستمع الكل للآخر، وأن يكون هذا الاستماع بهدف أن أستفيد بوجهات النظر وأستفيد بجهود الآخرين، وأن نكون جميعا سويا مع بعض في مركب واحد إذا تغير مفهوم القائمون على الحكم حاليا. إلى ذلك أعتقد أننا سننجو وستنجو سفينة مصر خلال الأيام القليلة القادمة. أما إذا استمر عملية التناحر والوصول لدرجة أن أتهم الآخر بالتخوين والعمالة لأنه يختلف معي في الرأي ويحاول أن يجد له مكانا معي في إدارة أمور البلاد، فهذا غير مقبول ولن يصلح العلاقات بين التيارات السياسية المختلفة، وسنظل في هذا الوضع ويتجه الاقتصاد المصري من الحالة السيئة الموجودة حالا إلى الحالة الأسوأ خلال الشهور القليلة القادمة. نتمنى الوصول دوت، ونتمنى أن يكون كبري العبور للوصول دوت هو انتخابات مجلس النواب القادم اللي من المؤكد أنها سوف تفرز لنا عن مفاجآت بلا شك. نتمنى أن تكون تحت إشراف قضائي كامل، وأن لا يكون فيها أي مظهر من مظاهر التزوير، وأن لا يتدخل الفصيل الموجود في سدة الحكم لمحاولة الاستئثار بأكبر عدد من المقاعد بشكل مخالف عن الواقع والحقيقة المجتمعية على أرض الواقع. أستاذ رفعت أشكرك جدا جدا، ونتمنى نحن نعبر هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن، ونتحدث عن الإيجابيات ونتحدث عن المستقبل المشرق لمصر وأبناء مصر يا رب أقرب وقت. نتمنى ذلك إن شاء الله. أشكرك. شكرا لحضرتك وسلام حضرتك. طيب شكرا وسلام أستاذنا. شكرا. نرجع تاني مع حضرتكم للمصري اليوم. قضاة مذبحة بورسعيد، تدخل النائب العام غير قانوني. ذكرت مصادر قضائية للمصري اليوم أن هيئة محكمة مذبحة بورسعيد التي يرأسها المستشار صبحي عبد المجيد اعتبرت ما أعلنته نيابة العامة بشأن تقديمها أدلة جديدة ومطالبتها بإعادة فتح باب المرافعة في القضية يضع النائب العام نفسه تحت طائلة القانون، لكون تصريحاته الخاصة بالأدلة الجديدة التي ظهرت في القضية في وسائل الإعلام المختلفة تعد خرقا لقرار المحكمة بحظر النشر الذي أصدرته في آخر جلساتها. اللي أنا عايز أقوله إن كان هناك أخبار بتقول إن في 5 متهمين جدد سينضمون إلى قائمة المتهمين، منهم 4 ينتمون للوطني. الخمسة دول مش موجودين، واللي بيصدر هذا البيان جهة قضائية النيابة، والقضاء بيقولوا لا ده خرق. مش عارف أنا يعني أنا عايزين نوصل لحلول في الآخر يكون نتيجتها الحق، لكن أن المحكمة تصدر قرار بعد النشر حتى وإن كان قرار السيد النائب العام والنيابة امتصاص لغضب الشارع. ففي النهاية ما نبغي أن يحق الحق.
وأذكركم وأذكر نفسي، لعن الله قوما ضاع الحق بينهم. هنروح مع حضراتكم لخبر آخر من الصفحة الأولى بجريدة الوطن، محاولة انتحار في السويس بسبب ظروف المعيشة. خريج الزراعة يشعلون النيران احتجاجا، وأبناء قبيلتين يغلقون طريق شلاتين. أقدم مواطنان على الانتحار أمس في السويس بسبب الظروف المعيشية السيئة، حيث حاول كريم عاطف 24 عام من عمال التحصيل بأحد شركات البترول أو الغاز إشعال النار في نفسه أمام مقر الشركة اعتراضا على رفض تثبيته، ونجح زملائه في إنقاذه. كما أقدم آخر 43 سنة على الانتحار داخل ديوان عام المحافظة بعد فشله في مقابلة المحافظ للمطالبة بتوفير وحدة سكنية له ولأسرته ضمن الحالات الخاصة. يعني وباقي الأخبار عن إشعال النيران أو قطع الطريق إلى متى، يعني مش عارفة، أكيد هم عندهم حق بس مش لدرجة الانتحار، يعني استغفر الله العظيم، يعني بننهي حياتنا بإيدينا. إذا كان أبو عزيزي نجح في تحويل الثورة أو إشعال الثورة في تونس، فما أعتقدش أنه ده هيكون حاليا له أي رد فعل، غير أنه أنك هتفقد حياتك ولهتطول دنيا ولا آخر. كويس، لا دنيا ولا آخر، لا هياخد شقة ولا هيشتغل ولا هيثبت، يعني ويجي في الاخره برضه هياخد شقه هناك ولا حاجه، ممكن يكون شقه في مش عارف. خبر كويس في ضمن الاخبار اللي مش كويسه، جائزه البحوث الدينيه لفتاه مسيحيه. مصر تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف. في احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف الذي تنظمه وزاره الاوقاف اليوم، يوجه الرئيس محمد مرسي كلمه للشعب المصري، كما يكرم الفائزين في المسابقات التي نظمتها الوزاره في مقدمتهم حفظه القران الكريم، وذلك بمنحهم جوائز مالية. وسوف يسلم الرئيس شهادة التقدير وجائزة قدرها 40,000 جنيه للفتاة المسيحية سلفانا نصيف عوض الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة البحوث الدينية، وهي طالبة بكلية طب زقازيق وعمرها 19 عاما ومن محافظة الشرقية. ويتواكب الاحتفال بذكرى المولد النبي مع الاحتفال بالعيد الثاني ثورة 25 يناير. يعني هذا الكلام الطيب في طياته كلام جميل، كلام يقول احنا مجتمع واحد، احنا جسد واحد مسيحي مسلم، بنحتفل مع بعض وبنكرم بعض ونفقه في ديننا البعض، فيعني شيء جميل. نتمنى ان احنا يعني هذه المظاهر الجمالية تعلو وتسمو وتنتشر اكثر واكثر. كل عام حضرتكم بخير. بالأمس تم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب. مرسي في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب انتخاب مجلس النواب خلال 4 أشهر، تعديلات تشريعية واسعة تنتظر البرلمان الجديد على رأسها قانون النشر. أطالب الناشرين المصريين والعرب بتوثيق ثورات الربيع للأجيال القادمة. دي تصريحات دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أثناء افتتاحه لمعرض الكتاب الدولي. طوابير الوقود تعطل المرور على الطرق السريعة، ومسؤول الصرار الحر لن يقل عن 5 جنيهات. تحذيرات من توقف حركة النقل السياحي والتموين، تطالب بضخ كميات إضافية خلال ذكرى الثورة. دي طبعا صفحة 3 في جريدة مصر اليوم. بس هو يعني المسؤول لما يقول ان السولار الحر بيبقى 5 جنيه، اذا كان بنزين 95 بكام؟ يبقى السولار ازاي يبقى 5 جنيه؟ معرفش. لكن هو عموما يعني اعتقد ان احنا يجب ان نكون مدركين للتصريحات التي تقال وابعاد هذا التصريح، مش مجرد فرقعة اعلامية. لان طبعا لما يجي يتقال كلمة 5 جنيه، طبعا عربيات النقل والتريلات وهو الاخر اللي هي شغالة على الطريق هتعمل ايه؟ ما اكيد هترفع الاسعار بتاع النولون، ولو رفعت الاسعار يبقى كل الاسعار هتزيد على المواطنين. يبقى جملة بتتقال بسهولة قوي كده يتبعها يعني سيل كتير جدا من الاجراءات ومن زيادة الاسعار وهو الاخر. لابد ان احنا يعني اعتقد نكون على قدر المسؤولية في اي تصريح نقوله، ونتمنى السلام البلد.
هنروح مع حضراتكم مرة أخرى لجريدة الوطن. مصادر: مرسي سيتابع فعاليات الثورة الثانية من استراحة الإسماعيلية. مسؤول بالثقافة: إلغاء لقاء الرئيس بالمثقفين والكتاب لدواعي أمنية. كشفت مصادر أمنية للوطن عن وجود تخوف داخل مديرية أمن الإسماعيلية وفي قيادة الجيش الثاني الميداني من زيارة الرئيس محمد مرسي اليوم بصحبة أسرته لقضاء عطلة تستمر لأيام في استراحته بالمحافظة لمتابعة فعاليات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وبمرافقة هشام قندير رئيس الوزراء لتدشين عدد من الوحدات البحرية بقناة السويس. وأضافت المصادر الأمنية أنه بالرغم من محاولة الأجهزة الأمنية التكتم على موعد الزيارة فإنه تسرب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يضاعف التجديدات الأمنية للزيارة خاصة مع وجود حالة شحن داخل الشارع الإسماعيلاوي. يعني على فكرة مش تويتر بس، كل المواقع في يفط موجودة قدام بعض المباني أهلا بدكتور مرسي وإلى آخره. ده الكلام ده متعلم 4 أيام تقريبا. ما هو كان محدد انه زيارة خلال الأسبوع، فالنهاردة آخر يوم في الأسبوع. المفروض النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله هو موجود في إسماعيلية النهاردة. والزيارة خاصة بهيئة قناة السويس على ما تم الإعلان عنه وتدشين بعض القطع، صح كده محمد؟ في تدشين وفي افتتاح للمحاكاة بعد التطوير وتجديده بشكل كامل. مركز التدريب الخاص بالهيئة. نعم. المحاكاة جهاز المحاكاة. وعلى فكرة مركز المحاكاة ده وش هيكون خاص فقط كممر ملاحي، ده الإضافات اللي هي أضيفت وده هو التطوير اللي حصل فيه، ده إضافة المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس. وهذا المركز المحاكاة بيتم تدريب فيه ليس فقط المرشدين المصريين ولكن حتى القباطنة الإنجليز والأجانب اللي بيعبروا قناة السويس بيتم تدريب بعضهم داخل هذا المركز. وبعد التطوير ده أعتقد يعني هيكون طفرة من طفرات الملاحية الكبيرة. برضو في بعض الأمور تانية داخل الهيئة قناة السويس هيتم تدشينها وافتتاحها. نطرق الخبر بقى عشان ما نحرقش الأخبار في ساعتها. يعني هو بالتأكيد ده يعني دراسة للأرض الواقع للتعرف أكثر على قناة السويس كي يتم البدء في تطويرها بخطوات أسرع، لأنه هي قناة السويس بقى. أقليم قناة السويس وقناة السويس يعني لأنها هي نقدر نقول الأمل في الفترة على المدى القصير كمشروع يتم الاهتمام به وتطوير الإقليم بصورة. بالمناسبة قناة الرابعة هنا أو تلفزيون القناة هو أول من استخدم تعبير أن إقليم قناة السويس هو العاصمة الاقتصادية لمصر، ده من كم سنة فاتوا.